السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الحرشات مالحين، تمنى يعجبوكم ومرحبا بكم. هون راني عدلت بصلة شلطتها ودرت الحوت ودرت شي من الزعتر وشي من القزبر، ودرت فيه صراحة شحرتها بزيت العود. ايوا شحرتو وانتقلوا ان شاء الله للنواشف ديال الحرشه. الحرشه هون اللي نعدلو ان شاء الله قيمه 3 كيسان ان شاء الله، ونهذا ونديرو الخميره معلقه، ونديرو هذا شويه الملح وشويه سنيد. انا ما هذه ما هي حلوه، راهي مالحه ياك. ومن بعد ان شاء الله راح نديرو قياس 2 معالق او 3 المعالق ديال زيت العود، ونشدوهم ونبسبسو هذا الشيء كامل اللي قلت لكم دريك، اللي نعود نفركوه بين يدينا باش يتبسبس. ومن بعدها ان شاء الله هون رانا درنا الفرماج، طحناه ودرناه جانبا. ها انت قلت لكم قيمه 2 معالق. ايوا هون اللي نديرو الخميره ونديرو باقي النواشف ونبسبسوها، وتولا كملنا الخليط اللي له نديرو معاه مالح، رانا له نعدلوه ان شاء الله معاه. صراحه جاوا هاد الحريشات زوينين ومالحين زوينين ما شاء الله. ايوا بدلنا وزينا بهم المائده الرمضانيه، نتمنى يعجبوكم ان شاء الله. وما راني ما صورت لكم الصراحه فاش كنت كنطيبهم، المهم صورت لكم غير هادشي اللي عدلت وصح التقديم. مرحبا وسهلا ومبساط. وديك الساعتين تبارك الله راه عقب المغرب بشويه عدلتهم العجله طابوا وصلحوا زوينين ما شاء الله. ايوا كيف تاكلين بس ان شاء الله هاد السميده نبسوسها كيف تهاك ونخلوها الين طيب ديك الحشوه او طيب داك الخليط اللي نخلطوا به تولي طاب. نكملوا الطريقه. هنا رانا درنا واحد بيكين باودر او خميره ديال الحلوى بحال ما قالت واحد الاخت، خميره الحلوى خير. ايوا ها هي الحشوه اللي هي الصراحه ندخلوها في الخليط، شتيها؟ ولين نلوحوا عليها ان شاء الله الفرماج. ها انت رانا درنا عليها الفرماج ولين نلوحوها في الخليط تبارك الله اللي غنديرو. ايوا من بعد ها نتوما هنا اللي نخلطوه واللي نعدلوه ان شاء الله في سمو يبرد شويه ونعدلوه نديروه في مع ديك هذا السميده هانتوما. ونتمنى يعجبكم هاد الحريشات، راهم زوينين ما شاء الله وجاو بنان. مهم هاد الشيء راه كنهضر حيت اصلا ذقتهم، حتى يعني درت المونتاج وذقتهم، عاد درت الصوت على الفيديو بيا حيت الصوت اللي كان فيه. هانتو ما جا الصراحة ما شاء الله. أنا اللي نعدلو كامل نحطو طوبة. إيوا مرحبا وسهلا بكم، نتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الوصفة وتنال إعجابكم. مالحين وزوينين، كاين اللي عاوتاني عزيز عليه الحلو كاين اللي عزيز عليه الملح. المهم حنا شوية مرة نغيرو هاك مرة، أصلا فايتة مشاركة معكم واحد الوصفة ديال المالح. وهنا إن شاء الله لاهي نديرو إن شاء الله كاس أو نصف كاس ديال الماء باش لاهي نجمعو الخليط إن شاء الله. وغادي إن شاء الله نصايبوه هنا غنجمعو. وراه زدنا واحد الكمية ديال الزيت ولا كحل. وهون رانا درنا قياس الماء اللي لهي يجمع لنا الخليط، وغنحطوه غادي يجمع لنا الخليط ونخليه جانبا. وتولي خمرت او حسينا بها خمرت شوي، رانا لهي نديروها في السيخكل او نديروها في ديك ديال الحرشه ونحطهم باش ما حد كنصايب فيهم. راه كتسخن المقله ديال المقله الخليطه ديال الحرشه. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، وما تنساوش تابوناو الناس الجداد والناس القدام، كنشكرهم بزاف على التتبع ديالهم. واخا هاد الايامات راه نقص لينا التفاعل صراحه، ولكن اش غادي يدير الواحد الصبر. الحمد لله على كل حال حنا بكم راه كنجمعوا معاكم. وصراحه نهار اللي كيدوز وما كنديروش فيديو كيجينا في شي شكل. المهم
كنحاول نشاركوا معكم اي حاجه. ها نتوما هنايا راه ما كنعجنش الحرشه، راه غير كنحركوها بين اصبعنا باش هكاك ما كتعجنش. ها نتوما راه غادي نخليها جانبا تو ان شاء الله شربت شوي لهين نديرها في السيركل. مرحبا وسهلا. ها نتوما غتشوفوا الطريقه في الاخر. الى اللقاء الى فرصه قادمه، مرحبا بكم. ها نتوما اش عدنا لهم، جاوا صراحه زوينين ما شاء الله. نتمنى يعجبوكم، نالوا الاعجاب ديالكم، وبساط وسهلين ومقادير بسيطه ان شاء الله. كل واحد في كل بيت تزيدوه في المائده الرمضانيه. صراحة الريحة ديال الزعتر وديال الطون جات فنة، ونتمنى تعجبكم.